لا ما عنديش فين في المهرجان، فقط لقيت دعوه من اداره المهرجان كممثل مغربي، كنمثل الدراما المغربيه السينما المغربيه بحال باقي النجوم المغاربه اللي حاضرين، وكنتشرف بالدعوه وكنتشرف بمهرجان بحال هذا في الدار البيضاء. وانا والدار البيضاء فرحني ان عندنا مهرجان بحال هذا اللي تزاد العام اللي فات ودابا العام الثاني ديالو وغادي كيكبر ان شاء الله، وحنا كفنانه غادي ندعموه تيكبر، لانه الا كبر كتكبر الدراما كتكبر السينما المغربيه. عندي مسلسل جديد ان شاء الله كنوجد فيه مع قناه اجنبيه من 60 حلقه، ومن بعد غادي نهضر على التفاصيل ديالو. اي قناه اجنبيه وصافي. من بعد غنقول لكم التفاصيل ان شاء الله. لاش اكيد هو لا ماشي المهم هو المنافسه مع مهرجان مراكش ولا المنافسه ضروري تكون، ولكن الاهم عندنا هو يكونوا مهرجانات من هذا النوع ويكثروا، لان مهرجان مراكش هو مهرجان عالمي، هذا مهرجان يعني على العالم العربي، هذا مهرجان خاص فريد من نوعه يعني اللي كيجمع السينما العربيه ما عندناش، دونك هذا اضافه في حد ذاته بلا ما ينافس حتى واحد، هو اضافه. اذا كانت منافسه خاصها تكون فخاصها تكون ما بين الاداره ديالو اعضاء الاداره فريق العمل باش يقدموا لنا مهرجان كبير بزاف وغادي كيكبر وغيكبر ان شاء الله، وكندافع عليه لحقت انا كازاوي من الاخر. انا ما منتمي حتى واحد فهادو بلا ما تشري يصدع مع الجمهور. السلام عليكم.